مرحبا بمتتبعي أغام بريس. اليوم بغينا نبلغوا رأي العام الوطني بمستجدات الملف ديال الاعتداء الثانية اللي تعرضت في فترة رمضان. احنا اليوم قرر مكتب الجمعية في اجتماعه الأخير أن يتنازل عن الدعوة القضائية المرفوعة ضد العون السلطة بمناسبة ذكرى رمضان، وهذه عواسة مباركة للجميع. احنا قررنا تضامنا مع حالته الإنسانية والأسرية باش أننا ندخلوا في هذا الصلح، وتنشكروا كل من تضامن معنا من قريب أو بعيد، نقابة الصحفيين، المحامين معنا، المجتمع المدني وكل المواطنين، وتنشكروا السلطة الترابية اللي أبت اللي ألبت الدعوة ديال نقابة الصحفيين ووقفت عون السلطة عن العمل مباشرة بعد الاعتداء بعد توصلها بالخبر. ورمضان مبارك سعيد، وهذه نهاية تنتمنى تكون بداية خير للعون السلطة والأمثالي أنهم يأخذوا العبرة ويتعاملوا مع المواطنين بالشكل اللي يليق بهم في دولة الحق والقانون. ورمضان مبارك سعيد. شكرا.